قبل ما نروح ان شاء الله لكاس الامم الافريقيه، حضرتك طبعا طبعا سمعت كلام كتير عن مكافآت متاخره للاعبين، واللاعبين لسه ليهم مستحقات عن مباريات سابقه. هل الامور دي اتسوت؟ هل في كمان تعديل؟ الكلام ده كله لا الكلام ده كله اللعيبه صرف كل حاجه. اذا كان لسه في حاجه اتصرفت من يومين ثلاثه، فدي المكافآت بتاعه مباراه الجزائر جزء في المكافاه اضافيه في مباراه الجزائر، يعني مباراه الجزائر اتصرفت في مكافاه اضافيه غير انها المكافاه اللائحه، لا دي حاجه غير اللائحه كان اتوعدوا بيها، وكانش لسه هم نفسهم قدموا الاوراق بتاع السكور شيت والحاجات دي. انما طبعا كله اتصرف، واخر حاجه فاضله بكره هتتصرف. يعني لا بالعكس، الاتحاد مش مخلي اي حاجه، ولا دعم مادي ولا مستحقات ولا يعني عظيم. اي حاجه بنطلبوها كلها منفذه. عظيم. استاذ خالد، هل في خطه لسفر جماهير مصريه لمساندة المنتخب في المباريات اللاحقه من المباريات الاولى، ولا لسه ما فيش خطه في هذا الامر؟ بص، احنا كاتحاد كوره مش طبعا يهمنا، وده جاي لحضرتك عليه طبعا، انما احنا تركيزنا كله في المعسكر وفي اللعيبه وفي استعدادات السفر والاقامه هناك والتدريب وكل الحاجات دي، ده اللي احنا. انما طبعا في جهات تانية هتطلع زي اللي حصل النسخه اللي فاتت، في جهات هتطلع طيارات، في رجال اعمال هيبقوا داعمين لهذا المنتخب من خلال طيارات تطلع عليها مشجعين. في نفس الوقت السفير المصري في كوت ديفوار هو بيتابعني يوميا. عظيم. على اساس ان في 1000 من الجاليه المصريه احنا بنرتب لهم حضورهم بتذاكر، لان طبعا دول هيبقوا لهم تاثير كبير برضو ك 1000 مصري، يعني 100000 اي واحد ثاني. واحد بس كمان يفرق معانا. طبعا كل ده مترتب، واحنا بس بنقول طبعا هي حته رجال الاعمال بقى يعني كل واحد كده يقدر يطلع طياره، يبقى دي حاجه طبعا جميله لمصر ومنتخب مصر ومؤازره حلوه، يعني ده المفروض يتعمل بقى. استاذ خالد، اتمنى لك يا رب كل التوفيق مع بعثه منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ خالد الطرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس بعثه منتخبنا في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار.